يقول أحدهم في إجابة سؤال له حول الآيات التي جاءت في أن الله يستهزئ: نهى السائل أن يسأل هذا السؤال، وأجابه بقوله: لا تسأل عن مثل هذه الجزئيات، وإذا اشتبه شيء على المسلم فعليه أن يتوقف ويكل علم هذا الشيء أو هذه الصفة أو تلك إلى عالمها ومنزلها سبحانه وتعالى. فهل جواب هذا يعد تفويض لهذه الصفات؟ أي نعم، هذا تفويض ولا يجوز الكلام هذا. لكن يقول: أنا ما أدري، اسأل غيري. هذا الواجب عليه أن يقول: لا أعلم، اسأل غيري. أما أن يقول ترد إلى الله ولا يعلم معناها، هذا كذب على الله عز وجل. ومثل هذا ما يجوز أن يسأل في هذه المسائل العظيمة. نعم، لأنه جاهل. نعم.